جامعة تونسية للنظام والجامعة للأدلاء السياحيين، وحاولنا نعمل بسطة على التعارقيل القانونية الموجودة خاصة في ميدان السياحة والسياحة البديلة والمستدامة. اليوم قمنا بدراسة عن طريق إكسبير متاع قانون. الإشكال هو في عدة قوانين موجودة لكن غير معناها مش موجودة، خاصة اللي با ميزاجور اللي هي مش محينة وما تفعلش خاصة مع السياحة الجديدة هذه السياحة البديلة والمستدامة. ونحاولوا باش نفعلوا الهيئة العليا للسياحة، خاطر هو السياحة هي ترانسفيرسال، هي كونه تكون معناها عامل اقتصادي كبير برشا، وخاصة مشينا للجهات اللي السياحة هي السيد اللي مش يخدم على يعني تريكينج، السياحة اللي هو مش يعمل التنشيط، السياحة هو اللي مش يعمل الخبز طابون، السياحة هو اللي مش يقدم تونس ماكلتنا، السياحة هو خاصة الفولكلور اللي موجود، السياحة هو الترانسبور اللي هو يجب أن يكون بيئي، السياحة هو خاصة نكون الناس كل في يد واحدة ونتجاوزوا الإشكالات باش ننميوا الاقتصاد من جهات، وخاصة الاقتصاد اللي هو ديكلاري اللي هو يكون خاصوا عليه التاكس اللازمة، ونكونوا في القانون مش نمشيو اتجاه الايكونومي باراليل هي الاقتصاد الموازي. ربما سي احمد شنو اللي خليكم تعملوا الدراسه هذه؟ كان تعطينا تشخيص للواقع نتاع السياحه المستدامه حاليا، شنو هي ابرز مشاكلها؟ معناها ثم قطاع غير موازي، احكينا شويه. وحبينا الناس كل تخدم في الشفافيه وفي تكون قانونيه. مالوريزمون اليوم نلقاو عده متداخلين في السياحه اللي هما يحلوا ويفتحوا بدون اي موجب قانوني ويكملوا في النشاط هذايا، واحنا نحبوا القانون باش يكونوا عنصر فعال في الاقتصاد بدون العاق هذايا نتاع القوانين اللي هما ماهمش محينه وما يمشوش مع العصر هذايا، وخاصه مع السياحه البديله والمستدامه.